تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، حوار خاص جديد، أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. حوار اليوم يدور حول محاور التنمية المختلفة في سيناء، أهمية إطلاق عملية التنمية وأثرها على استعادة الأمن والاستقرار، ربط سيناء بمحاور التنمية المختلفة في المحافظات المختلفة من خلال شبكة الطرق والأنفاق، أهمية استعادة الأمن والاستقرار من خلال دور الشرطة المصرية والقوات المسلحة الباسلة في تكثيف منابع الإرهاب في سيناء. أضف إلى ذلك العديد من المشروعات في قطاعات مختلفة، المشروعات الزراعية والإسكان الاجتماعي والصرف ومحطات مياه الشرب، العديد من المشروعات التي أصبحت واقع موجود في سيناء. أرحب مع حضراتكم بضيفي للحديث حول الكثير من النقاط في محاور التنمية في سيناء، الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ شمال سيناء. برحب بسيادتك، منورني يا فندم. أهلا بك يا فندم، أهلا بك. اسمح لي نتواصل سويا حول العديد من الأفكار، ولكن بعد التقرير ابقوا معنا مشاهدينا. سريعة يتم تنفيذ مشروعات تنموية حقيقية على أرض الفيروز ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال تكاتف جميع الجهات التنفيذية والمعنية للعمل في كافة المجالات خاصة التعليمية والصحية والزراعية. حزمة كبيرة من المشروعات التنموية المختلفة يتم إنشاؤها في شتى القطاعات بشبه جزيرة سيناء من أجل توفير سبل الحياة الكريمة للأهالي، فضلاً عن توفير التكامل في الخدمات والمرافق بمحافظتي شمال وجنوب سيناء. استراتيجية الدولة تقوم على تطوير القرى والمناطق الفقيرة والأكثر احتياجاً لرفع مستوى المعيشة بها، حيث بدأت أولى خطوات التطوير بمستوى الخدمات لأهالي سيناء من خلال إقامة التجمعات التنموية المتكاملة لتوطين المواطنين بتلك التجمعات متكاملة المرافق والخدمات والارتقاء بمستوى معيشتهم وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لهم. التجمعات التنموية المتكاملة تحتوي على منازل مزودة بالمرافق والخدمات اللازمة، إلى جانب توفير مساحات خالية لإقامة الأنشطة والمشروعات الاقتصادية وأراضي زراعية لاستغلالها في زراعة وإنتاج المحاصيل. المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحقق طموحات الدولة نحو تطوير سيناء وإقامة مشروعات خدمية بمشاركة من الحكومة لرفع مستوى الخدمات وأعمال البنية الأساسية، مما يؤدي إلى توفير مجالات عمل بسيناء. We'll be right back.
من جديد ورحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي في هذا الحوار الشيخ عيسى الخرفين شيخ مشايخ شمال سيناء. فضلت الشيخ، أهلا وسهلا، منورني. أهلا بك يا فندم. أولا يعني الحمد لله على السلامة وطمنا على أهل نفسي. أهل سيناء حلوين قوي أكيد، وكويسين قوي كمان والله. وناس هم في موضوع التكافل والكرامة بيشكروا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن هذا الباب مس الكثير منهم وساعد الكثير منهم. وهم يعني بيشكروا سيادة الرئيس في هذا الموضوع شكر كبير كبير خالص، وبيشكروا الرئيس لأن مثلا وضع أحد أبناء سيناء سفير في هذا الباب. بنشكر جدا الأخ إبراهيم العرجاني، وضع سيادة الرئيس سفير أحد السفراء في التكافل والكرامة. فإحنا لمنا بننظر حاليا من شعور الرئيس بينا في جميع الأشياء، بنشعر ان احنا مش منسيين. طيب سيادة خدتني في التفاصيل بشكل سريع. انا بس كنت عايز اعرف الروح المعنوية لأهلنا في سيناء، هم حاسين ازاي بكل ما يتم على ارض الواقع؟ وسيناء طبعا سيادتك عارف بتحتل مكانة غالية في قلوب كل المصريين. نعم لان كل ابناء مصر بالتأكيد كان ليهم ذكرى معينة في سيناء من خلال القوات المسلحة والشرطة المصرية، فدي بقعة غالية جدا علينا. لكن طالما سيادتك دخلت في التفاصيل خليني بقى اتكلم على العديد من المشروعات ما يتم على ارض الواقع. سيناء كانت لا تحتل مكانة كبيرة جدا في عملية التنمية خلال السنوات الماضية. صحيح. وكنا نتحدث عن سيناء في عيد تحرير سيناء فقط من خلال الحديث، ولكن منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت هناك بالفعل خطوات حقيقية على أرض الواقع بتتم في مجالات متعددة. قل لي إيه المشروعات اللي بتشوفوها موجودة في سيناء حاليا؟ أنا سيادتك مثلت أهل سيناء 4 دورات في البرلمان. عظيم. كنائب. كنائب. وكنا دائما بنطالب في مجلس الشعب وبنطالب الوزراء اللي بيزورونا تنمية سيناء. وبيقولوا احنا وضعنا خطة لتنمية سيناء. ده الخطة دي كانت مطولة طول الوقت. خطة. وبتفوت سنة وبتيجي سنة والخطة على ما هي. ما بنسمع غير بمناسبة 25 يونيو تحرير سيناء. عيد تحرير سيناء. ما بنسمع إلا في الراديو والتلفزيون سيناء رجعت لينا ومصر اليوم في عيد. ده اللي بسمعه كان. وبقول يا جماعة الخطة فين راحت؟ لما بنقابل الناس المسؤولين وفضلت على ما هي في ثبات عميق ما تحركتش ولا سنتك. هنا أنت شاهد عيان لأنك أيوة. أنت كنائب كمان في البرلمان متصل بكل المسؤولين. ما تحركتش ولا سنتي. في بداية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما انه مسك وعمل اجتماع بمشايخ سيناء. طبعا وكان فترة عصيبة. وقعدنا معاه وقلنا له احنا معاك ومش هنتخلى عنك. احنا كنا مع القوات المسلحة ايام الاحتلال، واليوم واليوم انت بديت مشوارك احنا معاك. ده كان حديث مباشر. مباشر مع السيد الرئيس. واحنا مش هنتخلى عنك، بس عايزين تنمية سيناء. عايزين نعيش. عايزين تنمية سيناء يا سيادة الرئيس. هو واحنا بنقول كده مسك القلم وكتب عنده ايه اللي محتاجينه. شوف كيف. مسك القلم قال الموضوع ده موضوع انا هاخذ منكم بعين الاعتبار واجيب المسؤولين كلهم، كل واحد يبحث في مجاله ان سيناء عايزه ايه، وطلبكم مصدق عليه.
في بداية الإرهاب ولما الجيش طب يحارب في الإرهاب وإحنا ازحزحنا شوية عنه عن الجيش، أعطى الفريق عسكر 10 مليار لتنمية سيناء. سيادة الرئيس. الرئيس. صدق على ميزانية 10 مليار. صدق على 10 مليار لتنمية سيناء. لأن الفريق عسكر كان قائد القوات الموحدة. والفريق عسكر طب ينشئ القرى في وسط سيناء، لأن وسط سيناء كان أحد متطلباتنا يا مشايخ سيناء، إقامة محافظة في وسط سيناء لسد هذا الفراغ. هذا الفراغ اللي هو محافظة جنوب سيناء ما بتبصش في الشمال، ومحافظة شمال سيناء ما بتبصش في الجنوب. هذا كان يعني زي شبه ميت. صحيح. قلنا احنا عايزين محافظة لوسط سيناء يا سيادة الرئيس، ده حد متطلباتنا كمان. محافظة هو وطب الفريق عسكر يقيم القرى في وسط سيناء، خلق حياة متكاملة. هو يحفر أبار الارتوازي المية في وسط سيناء لزراعة الأرض الزراعية. لزراعة سيناء. وطب يزرع بالجيش ويجيب أشجار زيتون وخراطيم مية ويزرع الزيتون هو. وسيادة الرئيس، سيادة الرئيس بدأ بمد الطرق، الطرق في سيناء. لأن سيناء دي كان فيها طرقين بس. وانت كنائب خلال الفترة اللي كنت موجود فيها كنت طبعا طول الوقت بتتكلم بنطالب بالطرق. بنطالب بالطرق. ليش؟ لأن احنا نقول احنا كان طلبنا، بنقول ان سيناء الآن فيها طريقين، الطريق الشمالي والطريق العوقة بس، ولكن ان احنا نريد طرق حديثة حتى نستطيع ان ننمي سيناء بالعرض. دول طريقين رايحات كده، احنا عايزين بالعرض كده كده طرق تربة سيناء بعضها كلها. فعلا والريس بدأ بالطرق وشرحها تشريح بالطرق. الريس بقى كان في طريق، كان طريق موجود كثير في ريحات كده ثلاثة دلوقتي. وكده الاثنين اللي كان زمان عملهم ايه، عمل كل طريق حارتين اضافيتين. كل طريق حارتين، حارة للنقل وحارة للملاك، وقصاده هنا حارة للنقل وحارة للملاك. وكل حارة من الحواري بتزيد على 20 متر. كل حارة من الحواري، طريق العوقة وطريق العريش، عملهم من أبدع الطرق. زد على ذلك كمان الريس عمل الأنفاق من تحت قناة السويس. دي المشروعات العملاقة. يعني هل أنت تتخيل؟ عمرنا ما كناش نتخيل أن يصير فيها كمية أنفاق بالدرجة دي. عمرنا بهذه الضخامة، بعمل هذا سبع أنفاق اخترقن باطن الأرض وطلعن في سيناء. اخترقنها من عند إسماعيلية والسويس. صحيح. والسويس وطلعن في سيناء، ومن عند بورسعيد وطلعن في سيناء كلين. ده المواطن دلوقتي لحظة ثواني بعدي ثواني. هو كمان زد على ذلك من سنتين عمل خطة لتنمية سيناء. عارف كم مليار؟ 420 مليار. الخطة بتاعته لتنمية سيناء 420 مليار لتنمية سيناء.
شاملة طبعا العديد من القطاعات المختلفة. أي نعم. ال 120 مليار دولار بجهز به ترعة السلام. الآن ترعة السلام أقرب شيء للمواطن السيناوي إنه يستلم أرض ويعيش. أقرب شيء مساعدة. وترعة الشيخ زايد اللي بتمرق من جنوب الإسماعيلية كمان، وترعة المحسمة اللي عملها السيسي اللي بتمرق كمان من جنوب الإسماعيلية، واللي هو قال عنها دي حتغذي 400,000 فدان. يعني إن سينا ليها خطة رهيبة، وإن سينا حتختلف عن أول، حتختلف عن أول كثير. هو بس إحنا برضو بنطالب بإيه؟ بنقول يا سيادة الرئيس، وسط سينا يجب إنكم تجيبوا من أهل الوادي وتوطنوا فيه، وتوطنوا في وسط سينا ده لا يقل عن 4 مليون. 4 مليون. 4 مليون. لأن الحتة وسط سينا هي بوابة الخطر على مصر مدى الحياة. مدى الحياة. وقلنا له كده، احنا عايزين 4 مليون في وسط سينا لسد هذه الفجوة، لخلق حياة متكاملة اللي دايما اسرائيل بتعدي منها. لا، احنا بدناش الفجوة دي، لازم نسدها، نقفلها لازم. 4 مليون مواطن. طيب، وسط سينا حاليا اللي حضرتك بتتكلم عليه، ايه المشروعات اللي بتتم على ارض الواقع فعليا في هذه المنطقة؟ هذيك اليوم اجانا محافظ شمال سينا، اجانا في الاسماعيلية محافظ شمال سينا، الراجل مشكور بتعليمات الرئيس، بيعمل بجهده وبيعمل حاجات حلوة خالص. منفذين، السيد المحافظ نفذ في وسط سينا 8 قرى بمساعدة القوات المسلحة. طيب، القرى دي بيكون فيها ايه؟ القرى دي هو عرض على المواطنين لما اجى عليهم في الإسماعيلية، عرض عليهم قال احنا حندي كل واحد بيت، ونديله 5 فدادين. بيت جاهز مكتمل، جاهز متكامل، و5 فدادين صالحة للزراعة فورا. خمس فدادين قال تستلمه والمكنة شغالة وزيتونك مزروع والخراطيم على الزيتون. كلام هايل. كلام هايل خالص. كلام محترم. وتستلمه. وشرح لين الوضع ده، قال البيت حندهولكم ب 280,000، والفدان حندهولكم ب 100,000، ونقسطها عليكم على 20 سنة. طيب، يعني ما فيش بعد كده. يعني حاجة حلوة، ما فيش بعد كده. يعني كلامه كان، يعني كلام السيد المحافظ كان كلام رجل عقلاني وراجل رزين وراجل بيشيل وجهة نظر الدولة. لا، وكمان يعني كلام متنفذ على أرض الواقع، مش بالضبط. شعارات ولا خطط. لا 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 لا, لا, لا يعني أمور متنفذة بالفعل. وعلى كل مواطن عايز المشروع ده يقدم طلب من بكرة. إني عايز بيت وعايز أرض. فعلا. وده تملك. تملك يا كلام نهائي. تملك نهائي. وفعلا كثير في المواطنين راحوا قدموا طلبات. ده خاص بأهل سينا فقط. بأهل سينا. قال هو إيه؟ قال إحنا الأولوية لبناء محافظة شمال سينا. عظيم. هذا السيد المحافظ قال كده. الأولوية ليهم. مكانهم. مكانهم. وإحنا بعدين لو فاض شيء نعرف نجيبهم من فين. صحيح. قلنا زمان. فذلك عاد مثلا في اللحظه دي راحوا المواطنين والكل سحب استمرار، والكل قدم طلبات، والكل منتظر الخير ومنتظر الفرج. هو فذلك يعني دي مثلا احد المشاريع اللي كان احنا بنطالب بها في تنميه وسط سيناء.
ولازم تكون في كثافة سكانية. ليش؟ لأن أول مرة في التاريخ توجد المياه في وسط سيناء. إزاي؟ ما كانش هي سيناء كان وسطها فرغان من إيه؟ مفيش مية. مفيش مية. مفيش حياة. بالضبط. مفيش مية. لكن ربنا قال إيش؟ وخطبنا من فوق سبع سماوات قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. صحيح. وجدت المية وجدت الحياة. إن وجدت المية وجدت الحياة. هي. دلوقتي المية موجودة في وسط سيناء. موجودة. في وسط سيناء المية والبيوت والأرض السليمة مزروعة. يعني على. وأكيد القرى اللي بيتم تنفيذها فيها مدارس، فيها حياة متكاملة. كل حاجة. فيها مدارس، فيها وحدات صحية، فيها مساجد. ومكاتب بريد، كل الخدمات الحكومية. كل قرية فيها الخدمات الحكومية كاملة. كل قرية فيها الخدمات الحكومية كاملة. هي يعني مثل الحكومة أمال هي هتبني لك قرية حيطان كده بس؟ لا. صحيح. القرية بدها تخلي المواطن كل واحد يشوف كل حاجة عنده، عيزها عنده. هي فذلك الموضوع مثلا يعني الحمد لله المشروع الزراعي على ترعة السلام وعلى ترعة الشيخ زايد وعلى صحارة السيسي اللي هي ترعة المحسمة اللي عملها، دول هيبدوا بنهضة زراعية فيك يا سينا ما وجدتش ناعم. الحمد لله. يعني حاجة زي ذلك مثلا يعني السيد الرئيس مش ناسي سينا، مش نسينا ابدا. طبعا انت بتقارن الفترة اللي كنت موجود فيها كنائب في السنوات الماضية والكلام اللي كان بيتقال والاجتماع اللي تم مع سيادة الرئيس مع المشايخ فور توليه المسؤولية واللي بيتم على أرض الواقع. نعم نعم. ومع ذلك ان الفترة دي كانت فترة صعوبة جدا لان نعم. الجيش مع عملية التنمية هو بيحارب الارهاب اللي كان في اشد ضراوة. نعم. في بالزبط. هذه الفترة تحديدا. بالضبط. طيب انا يعني عايز اتكلم كمان عن اكيد في محطات صرف، في محطات مياه، في اسكان اجتماعي بيتم، في مدارس جديده بيتم افتتاحها، هذه الجوانب اكيد جوانب مضيئه في الحياه، يعني ما تم وما نحتاجه. فيها محطات كهرباء. محطات كهرباء جديده. جديده. وفي صرف صحي في المدن الكبيره اللي عملوها. وفيها كمان مينا عملوه في الشيخ زويد. مينا كمان في الشيخ زويد عملوا جنب بعض مينا، محطة كهرباء، محطة تحلية. هذا في الشيخ زويد جنب بعض كده هم الثلاثة. طيب هذه مثلا هذه طفرة عظيمة. دي بس في الشيخ زويد، وما ذلك مكان التحلية اللي في بير العبد، مكان التحلية اللي في العريش، محطات الكهرباء اللي في العريش، وزد على ذلك محطات الكهرباء اللي فتحوهن في خط بير العبد كله، بلوزة، رمانة، النجيلة وكذا. زد على ذلك فتحوا جامعة. صحيح. عندنا جامعة الملك سلمان. الدولية. لا الدولية هذه في جنوب سيناء. يعني بعد في الشمال. ايوه طبعا ما ليها مقر في الطور. هذه في الطور. بالظبط. لا زد على ذلك كمان احنا كان عندنا جامعة فرع بسيط. زودوه. حطوا فيه الطب جديد، حطوا فيه صيدلة، حطوا فيه اسنان. صح. المجموعة الطبية كلها موجودة في مدينة الطور. لا دلوقتي عندنا في العريش. كمان في العريش. في العريش هذا. هذه زودوا الجامع اللي في العريش. فتحوا فيها أفرع. هو. وزودوها ويعني وخلوها دلوقتي جامعة ما شاء الله عليها حاجة حلوة خلاص. خلافنا عن جامعة الشيخ سلمان
اللي هي فطور الملك سلمان اللي الملك فطور. سلمان الله يعني. عشان كمان أهل سيناء يلاقوا الجامعات ويلاقوا المدارس ويلاقوا الحياة بالضبط. لكن أنا استوقفني المينا، يعني حضرتك شايف إن المينا دي ممكن تخدم إزاي أهل سيناء؟ طبعا طبعا، هي المينا دي اللي بيعملوها في الشيخ زويد دي مينا هتكون مينا حلوة. وفي المستقبل هتكون حلوة. عظيم. في المستقبل. ليه؟ في المستقبل بربما ان هي تستخدم يعني لنقل البضائع برا، تتجه على الأردن وعلى السعودية وعلى العراق. هايل. برا. فده هيخلق حياة وتجارة ورواج بشكل غير عادي. طبعا طبعا بل برا. زد على ذلك هم مصر هي والسعودية لوحت انهم هيعملوا كوبري عن جزيرة تيران. كوبري يطلع من هنا من هنا لهنا. الكوبري ده لو اتعمل كمان هيعمل طفرة رهيبة خالص. أكيد أكيد. في ملفات متعددة، اسمح لي احنا معنا مداخلة بتنضم إلينا الأستاذة يمنى إبراهيم مدير تنمية الموارد بمؤسسة صناع الخير. أستاذة يمنى تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. أهلا بيك يا فندم. أنا بتكلم عن مبادرة حياة كريمة وأفاق التنمية المختلفة، والحقيقة يمكن الحوار بنتكلم فيه حوالين التنمية في سيناء بشكل عام. إلى أي مدى بتشوفي هذا الأمر منعكس بشكل حقيقي على أهل سيناء ودور المؤسسة فيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة؟ الحقيقة أن وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، هي بتدعم بشكل كبير مؤخرا سيناء والمشروعات الموجودة فيها، وإحنا دورنا كمؤسسات المجتمع المدني طبعا كضلع محوري وأصيل من أضلاع التنمية المجتمعية بنكمل مجهودات الحكومة المصرية وكمان مؤسسات القطاع الخاص، فإن إحنا نتواصل بشكل أكبر مع أهالينا في سيناء. إحنا في مؤسسة صناع الخير التنمية عندنا استراتيجية معينة بنتبناها، وهي إن إحنا نوصل لأهلينا في أبعد نقطة موجودة ممكن تبقى في مصر، يعني نوصل لأبعد قرية لأبعد نجع حتى لنقاط حدودية بعيدة جدا. فرق العمل الخاصة بينا في صناع الخير عندهم من الحماس والمثابرة والإصرار على إن هم يخدموا ويدعموا أهالينا في كل مكان في مصر، ده دايما موجود عندنا. الحقيقة ان احنا الفترة اللي فاتت وجهنا مجموعة كبيرة من القوافل الطبية في تخصصات عديدة الحقيقة طلعت على سانت كاترين، وده طبعا كان علشان بيتم الكشف على اهالينا الموجودين في سانت كاترين، وهي طبعا زي ما حضرتك عارف نقطة حدودية بعيدة جدا، ومن الصعب او من النادر ان نسمع ان في مؤسسة او في جهة بتساعد او بتقدم دعم بتوصل للاماكن دي، تبقى دايما هي وسط جبال ومدقات معينه كده، وبنحتاج مجهود كبير قوي علشان نوصل بفرق العمل وبالمساعدات وبالدعم اللوجستي والمادي هناك. مجموعه كبيره من الاطباء الحقيقه كانوا موجودين، عملنا قوافل الكشف على عيون اهالينا في سانت كاترين، وتقديم الدعم الخاص بيهم من الادويه والقطرات والنظارات، كمان شفنا مين اهالينا محتاج انه يعمل او يجري عمليات جراحيه خاصه بالعيون. كمان ده جنب القوافل اللي بنبعتها دايما لسينا بشكل متكرر كل فصل شتاء، طبعا مع بروده الطقس والاجواء اللي بتبقى صعبه والسيول اللي بتبقى موجوده، بنبقى حريصين جدا احنا صناع الخير التنميه على تقديم كل الدعم لاهالينا هناك. وجهنا مبادره اسمها صناع الدفا، بتبقى طبعا مجموعه من البطاطين والاغذيه والدعم بكل انواعه، فرق العمل بتتوجه هناك بشكل متكرر ودايم. سينا على قائمه اولويات واهتمامات القياده السياسيه، واحنا تباعا كمؤسسات للمجتمع المدني بنهتم بيها جدا وبنوجه، يعني حتى اهالينا هناك دايما كل مره نروح بيبقى عندهم من الحفاوه في استقبالنا، وان هم بيبقوا مبسوطين ومش مصدقين ان احنا وصلنا لهم
رغم بعد المسافة والمجهود والمشقة للوصول، فبيبقى عندهم حقيقة فرحة كبيرة قوي، وإنهم بيبقى عندهم امتنان عظيم لوجودنا وتقديم الدعم ومساعدتنا ليهم دايما. كل الأمنيات بالتوفيق. أنا بشكرك، بشكر كل الجهد اللي بتقوم به مؤسسة صناع الخير. بشكرك الأستاذة يمنى إبراهيم، مدير تنمية الموارد بمؤسسة صناع الخير، شكرا جزيلا. كمان مشاهدينا الكرام بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر. طيب هنرجع للأستاذ محمد مختار، ولكن بعد قليل بكمل مع حضراتكم مع ضيفي الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ شمال سيناء. فضيلة الشيخ، يمكن يعني الكل بيتبارى في التعبير عن المجهود الكبير الذي يتم على أرض سيناء. حضرتك حدثتني عن العديد من المشروعات في الكهرباء، في الطرق، في الأنفاق، في الأراضي الزراعية. يعني وانتوا بتشوفوا هذا الأمر كمواطن سيناوي، بتحس ازاي ان الدولة عايشة معاكوا؟ يعني شايفة محاور التنمية المختلفة، لأنها الحقيقة بتبني من لا شيء، يعني بتبني محطات كهرباء جديدة، بتبني حياة، سامحك قلت كمان بتبني قرى. المواطن في سيناء يعني شايف هذه الأمور ازاي؟ احنا شايفين الأمور بعيوننا وحاسينها بقلوبنا. أنا ما حكيتش لك عن مدينة رفح الجديدة. هذيك اليوم ابن أخويا راح سينا وراح زار رفح، مدينة رفح الجديدة. بيقول لي أنا دخلتها يا عم لقيت خرافة. قالوا دخلت عمارة من العماير وفتحت شقة ودخلت فيه جوه، ولقيت الشقة كأنها هي ثلاث عوض ومطبخ وحمام وصالة، وكل أوضة 4 متر في 4. كل أوضة 4 في 4. قالوا صالة 5 في 6. دي مدينة رفح الجديدة. دي مدينة رفح الجديدة. قال وكل عمارة فيها لسنصيل. كمان فيش حد حيطلع رجليه. قال وطلعت على سطح عمارة من العماير وبتفرج كده وببص في العمارة، قال لقيت ايه؟ لقيت شيء عاد ومصورها لي في التليفون وجابها لي وانا شفتها. عارف حاجة خرافة صحية. يعني مدينة رفح الجديدة دي خرافة، وان احنا يعني بنشكر الدولة وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على بناء هذه المدينة اللي هي دلوقتي مجهزين منها 480 عمارة. دلوقتي جاهزة منها 480، ونزلوا دلوقتي 280 لأهل سيناء. لأهل رفح. لأهل رفح تحديدا. تحديدا. مدينة رفح لأهل رفح تحديدا. يعني شيء مثلا كل مكان في سيناء تحديدا او في شمال سيناء تحديدا بيتم فيه حياة بتناسب اهل المكان اللي موجودين فيه. اهل المكان. اي نعم صحيح. ومدينة رفح فيها كل حاجة. قال لي ابن اخويا، قال لي بنين قسم شرطة، بريد، وحدات صحية، محطة بنزين، وده كل متطلبات المواطن. صحيح، مدينة متكاملة بمعنى الكلمة. في المدينة هي. قالوا دلوقتي بيمدوا عليها خط بيجي من مكان التحلية على البحر. الخط ده دلوقتي شغال متجه عليها، متجه على المدينة. قال لي أنا المدينة لسه ما سكنهاش حد، لسه ما بدأوش التوزيع فيها، لازم تتكامل لسه، والرئيس يفتتحها، يروح هناك يفتتحها، واحنا نروح معاه نفتتحها. اكيد. اكيد. ونغني مع بعض واحنا ماسكين ايدينا في ايدين بعض. وبقى هنا هتقول سينا رجعت لينا فعلا على الواقع. صح. مش بس مجرد اغاني. لا صحيح، على الواقع صحيح. يعني وحاجات حلوه جدا. والله اني انا
موجه دعوة للشعب المصري. واجب أن ما نخليش الرئيس السيسي لحاله. واجب أن نقف معاه. واجب أن نساعده. الكل كل واحد على قدر إمكانياته. صحيح. في مكانه. كل واحد. على قدر إمكانياته. مثلا نقدر نقول 50% من شعب مصر كل فرد يدفع لصندوق تحيا مصر ثمن قراط من ذهب، هذا جرام من ذهب كل فرد يدفعه في الصندوق، 50% من المواطنين يدفع في صندوق تحيا مصر جرام من الذهب، 25% كمان من اللي حالتهم كويسه يدفعوا ثمن 5 جرامات ذهب. اللي فوق الحلوين يدفعوا 20 جرام ذهب ليهم. ده سيادتك بسطتها خالص. والله يعني. والسيدات كذلك. والسيدات كمان كذلك. هم واجب ما نخليهوش لحاله. صحيح. واجب نشعره ان معاه. طيب احنا عارفينه مسك مصر ازاي؟ على البلاطه. هو لما انه مسك مصر مسكها على البلاطه. هو طيب وبيبني ده لمين؟ لمين؟ مش لينا؟ صحيح. ومش بيرفع في مصر لمين؟ لينا المصريين. المصريين. هو انا عارف مثلا انا دلوقتي عمري 77 سنه. انا عارف اني انا ابصر الحق الخير اللي في دماغ السيسي ولا لا. راجل كبير انا. صحيح ربنا يديك الصح. لكن هيلحقوا اولادي اكيد واولادهم هيلحقوه وشوفوا الخير وشوفوا التعب اللي عمله السيسي في الظروف السنين دي كلها واشتغل الشغل ده كله حتى يرتقي بمصر يرفع مستوى مصر يرفعها. تحيا مصر. نورتني والله. نورتني يا شيخ. الله يبارك فيك. نورتني سعيد بهذا الحوار بكل هذه المعلومات القيمة. اهلا بيك مرة ثانية. بشكرك الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ شمال سيناء. شكرا جزيلا. هي خلصت ولا ايه؟ احنا خلصنا. لا في كلمة. اتفضل. في دعاء معاي للرئيس انا هقوله. اتفضل. كتبته. اتفضل. دعاء. والله. والله والدعاء ده ان هو بيستاهله. بيستاهله يا شيخ صحيح. سيادة الرئيس اسمح لي أن أدعو لك أن يبعد عنك 3: الفقر والضيق والهم. آمين. وأن يحفظ لك 3: نفسك أهلك دينك. وأن يسعدك 3: سعة الرزق وشكر النعمة وبركة العمر. وأن يصرف عنك 3: نار جهنم وعين الحسود وغل الحقود. وأن يعينك على 3: ذكره وشكره وحسن عبادته وشكره. شكرا جزيلا. بشكرك يا شيخ. بشكرك على كل هذه المعلومات القيمة. الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ شمال سيناء. نورتني في هذا الحوار. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. وأنتم مشاهدين الكرام لكم منا كل التقدير. حتى نلتقي في حوار خاص قادم بإذن الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.